بخصوص إيران مثل ما ذكر فخامة الرئيس، نحن نتفق على كثير من النقاط وأتفق مع طرح فخامة الرئيس، لكن لدينا فقط مشكلة واحدة. ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟ فلا أعتقد أنه في هذاك الوقت إيران سوف تحترم ماذا سوف يحدث وسوف تنشئ القنبلة النووية في أيام معدودة وتضع العالم في أمر واقع. لذلك احنا لا نتفق أن نصل إلى يوم من الأيام إيران بينها وبين القنبلة النووية أيام معدودة. اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة نووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين، ونستطيع أن نقوم بالأشياء الكثيرة في هذه السنة أو السنتين في حال إيران اتجهت إلى إنشاء قنبلة نووية. لكن بعد انتهاء الاتفاق في 2025 سوف يكون هناك فقط أيام لكي إيران تستطيع أن تنشئ قنبلة نووية، وهذا أمر خطير جدا يكبلنا في خياراتنا، وسوف نواجه وقتها إيران بسلاح نووي، سوف يكون وضع خطير جدا في الشرق الأوسط. أرجو أن لا يزعمني فخامته، وأرجو أن يحسن ظني فيما سوف أقوله. لا نريد أن نكرر اتفاق حدث في عام 1938 وكان نتيجة الالتزام فيه حرب عالمية ثانية.